أمس؟ يعني طبعا انا اللي توقفت امامه هو العلاقه الفرنسيه المصريه، يعني انا شايف انه ابتدى يبقى الموضوع الحقوقي ومقابله ناس من الحقوقيين المصريين تضغط على العلاقه الاستراتيجيه بمصر. طب استاذن حضرتك بس اقول لزمايلي يعلوا الصوت علشان ضيوفي في الاستوديو يسمعوا. اتفضل دكتور عبد المنعم. انا بقول اخشى انه ده ابتدى يغطي في الاعلام العالمي خارج مصر وحتى في مصر على الموضوع الاساسي، وهو زياره ماكرون لمصر. ايوه. اللي هي بتعبر عن معروفه انه كان في علاقات خاصه دايما بمصر وفرنسا، كان ده موجود مع رئيس شيراك، كان موجود مع ميتران، كان موجود مع معظم القاده الفرنسيين. أيوة. والان يعني حدث اللقاء مع ماكرون او اخر طبعه القياده الفرنسيه، لكن يظل وراء رئيس السيسي مصر وراء ماكرون فرنسا، واللقاء بينهم لقاء لدولتين يعني لهم شان في العلاقات الدوليه، ولهم دائما وجهات نظر متقاربه تتعلق بالقضايا الاقليميه سواء كانت سوريا، القضيه الفلسطينيه، كثير من القضايا. فرنسا مصدر أساسي للتسليح المصري المتقدم، إنها من الدول اللي هي يعني من مصادر التسليح وإلى آخره وإلى آخر، وجود في الآخر علاقات تاريخية بشكل أو بآخر. أنا أعتقد جوهر الموضوع ده ربما يكون يعني زي بالضبط وزن القضايا في القضايا الكثيرة التي تواجهها مصر، من أول الأمن للتصنيع للبناء الدولة، مواجهة الإطار الإقليمي المضطرب اللي احنا عايشين فيه، القضية الحقوقية مثارة في مصر. أي. وعليها يعني حوار ومواقف مختلفة تتعلق بالأولويات وتتعلق بمدى الأهمية، وأيضا متعلقة أحيانا بالتعريف، يعني نتكلم عن حرية التعبير، حرية الرأي، هل بنتكلم عن الرأي ولا بنتكلم على التحريض أو بنتكلم على الدقة في التعريف كانت فهنا يعني في حاجات عليها يعني مواقف مختلفة، لكن أنا رأيي في الآخر هو رئيس دولة أجنبية حاضرة إلى مصر، لنا علاقات معاه، لنا هدف من استقباله ولو هدف من الزيارة. وكان من الممكن يعني او اعتقد انه في الاخر الزياره انا في تقديري انها ايجابيه فيما يتعلق بكل الامور الاستراتيجيه اللي تهمنا. الراجل جه على يعني راح على بوتنبل عمل نقطه مهمه تتعلق بالامن والسياحه والى اخره. نعم. بعد كده انا متاكد انه يعني 99% من المباحثات دارت حوالين القضايا الرئيسية ذات طبيعة استراتيجية بتهم البلدين. ربما كان في يعني 1% أو 2%، لأنه ماكرون ما يقدرش يجي مصر بحكم الأوضاع الداخلية عنده بدون ما يرجع ويقول أنا فتحت موضوع حقوق الإنسان. كويس جدا الرئيس قال طب انت ايه الاوضاع عندك، يعني احنا شايفين اوضاع قلقه وشوارع يعني في حاله مستقره، واعتقد هيبقى في نقطه هنا ونقطه هنا. وانا يعني كلام الرئيس امبارح كان قوي وموضح، ولكن ايضا محتاجين احنا، انا كمان جيت كتير من التغطيه العالميه ما كانتش فير او عادله انها جابت كلام ماكرون وما جابوش كلام الرئيس. يعني انا فكرت ان رويترز عامله في التلفزيون بتاعها تقرير عن الزياره، ايوه، كانه لا يوجد زياره غير هذا، ولا في رافال ولا في سهل ولا في مناورات عسكريه. اذا حضرتك شايف ان التغطيه الاعلاميه لرويترز تحديدا كانت غير مهنيه؟ أنا رأيي إنها كانت عادلة وكانت غير مهنية، لأنه كان على الأقل من وجهة النظر المصرية اللي هي فيها كان تعريف قوي لحقوق الإنسان من وجهة النظر القيادة المصرية. صحيح. وبالتالي هنا يعني الأمر على فكرة جزء من النقاش العالمي على مدى الأربع أو خمس
الماضية، عما إذا كانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا أولوية على الحديث السياسة أو غيره. يعني في حاجات كده يعني موجودة، إنما كان لازم وجهة النظر هذه تتحط قدام المشاهد المصرية أو المستمع كانت يعني. لازم أن تظهر في الإعلام الغربي. طبعاً. يعني بشكر حضرتك فندم دكتور عبد المنعم سعيد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، هرجع لحضرتك دكتور.